بسم الله. بعد ما اخدنا الموديل عايزين ناخد الراوتنج بتاعنا. احنا محتاجين طبعا راوتنج كتير او راوتس كتيره، لان احنا عندنا الموضوع مكون من كانتريز، والكانتريز جواها كاستمرز. انا هاخد الاساس بتاعنا كوبي كده، وهروح اكريت ايه اكريت فايل جديد اللي هسميه كانتري كاستمرز دوت راوت دوت جي اس. تمام. الفايل ده بالنسبه لي هو اللي هحط فيه كل الراوتنج بتاعتي. بستبع في الاكسبريس، بستبع في الروتر، وعرفت بعد كده ايه المسار. طبعا هينادي على كنترولر كده، هنسميه كانتري كاستمرز دوت كنترولر، مش هنسميه كاستمر، احنا غيرنا عشان واخدين كوبي بيست. خلاص كويس جدا. وهعمل فايل تاني اللي هو الكنترولر ده، هعمله دلوقتي فاضي، خدت نفس الاسم دوت جي اس، بقى الايه الكنترولر الموجود لسه فاضي مش مهم. بعد كده عندي الراوتس والكنترولر. حلو جدا. هبدا بعد كده انادي بقى الشغل بتاع الراوتر بتاعي، واقول له دوت بقى عند الجيت والبوست والبوت والديليت، واحدد اليو ار الز بتاعتي. انا هكون رتمي اسرع، فهقول كل الايه كل اليو ار الز او كل الراوتنج اللي انا عايز اشتغل، كل الراوتس اللي انا عايز اشتغل بيها. ولو نسيت واحد او حاجه هنكمله وقت ما نحتاجه، بس خلينا نعمل الحاجات الاساسيه كلها يلا بسرعه. فعملت راوتر دوت بوست. هنا انا محتاج اغير اسم فوق كمان اسم الكنترولر، فسميته كانتري كاستمرز اندرسكور كنترولر، عشان يبقى نفس السيمتريه بالظبط. راوتر دوت بوست قلت سلاش كانتري كرييت، ودي الميثود بتاعتي، دي ده اليو ار ال. وهنادي على فانكشن هعملها اسمها كانتري كرييت، عشان تبقى ديت اللي هعملها في الكنترولر. خلاص، فهيبقى عندي كانتري اندرسكور كرييت، دي هعملها في الكنترولر، وفي اليو ار ال هيبقى على سلاش ايه، على سلاش كانتري كرييت. يبقى اول حاجه انشانا الايه الكانتري. بعد كده هعمل جيت، عشان اعمل فانكشن بتعمل لي جيت لل الداتا بتاعت الكانتري، عشان بعد ما اعمل بوست واجرب معاكم جيت واشوف. وهسميها سلاش على جيت كانتريز، عشان هي هتجيب لي ايه السلسله بتاعت الكانتريز بتاعتي. وهسمي الفانكشن كانتري او كانتريز اندرسكور ديتيل مثلا، كانتريز اندرسكور ديتيلز. تمام كده، التو يو ار الز الاولانيين. عايزين نعمل واحد بوت وواحد ديليت في، فعملت واحد واحد جيت يجيب لي الكل، ماشي مش مشكله. هعمل سلاش على هنا هبعت له رقم الاي دي بتاع الكانتري، وهو ريتيرن ليا ايه الداتا بتاعت الكانتري اللي هي بالنسبه لنا الجيت العاديه. لكن اللي فوق ده جيت كانتريز، بس هات لي اسماء الكانتريز دي عشان ممكن نستغلها فيما بعد في دروب داون منيو ولا شيء. فعملت نوت سلاش اي دي، يعني تبعت لي رقم الاي دي، فانا هجيب لك الايه الكانتري اللي بالاي دي ده. وسميت الفانكشن، سميتها كانتري كاستمرز اندرسكور ديتيلز، كانتري كاستمرز اندرسكور ديتيلز. يبقى كده عندنا اتنين جيت، وهشتغل واحده بوت وواحده ديليت. فهسمي دي بقى كانتري بدل كانتري كرييت، هنخليها تبعت لي الاي دي بتاع اللي انت عايز تدلته سلاش ابديت، فهيبعت بنفس الاسلوب اللي كنت ماشي بيه قبل كده معاكم. وهخليها كانتري اندرسكور ابديت، فدي لتحديث اسم الايه اسم الكانتري اللي موجود. خلاص اسم الكانتري الموجود. وبعد كده اعمل واحده للديليت، هعمل روتر دوت ديليت، وبرده هبعت رقم الاي دي، بس بدل ما ابعت كلمه ابديت في الاخر هبعت كلمه ديليت عشان افرق. فهيبعت لي رقم الحاجه اللي عايز يبدلها، اسم الكانتري اللي عايز يحذفها، وسلاش ديليت. وبعد كده عملت سميت الفانكشن اللي هتبقى جوه الكنترولر كانتري ديليت. خلاص خلصنا، خلصنا تقريبا كل العمليات اللي انا عايز اعملها في الكانتري. عايز نعمل بقى شغل على الكاستمرز، بس ما تنساش ان الكاستمرز هو عباره عن اري جوه الايه جوه الكانتري. فكل شغلها ما تيجي تضيف كاستمر او تشيل كاستمر او تعدل كاستمر، كلها هتبقى بوت، كلها هتبقى ابديت. خلاص، لان فعلا انا بعمل تعديل على اللي موجود ذات نفسه. خلاص، عملت روتر دوت ابديت دوت بوت، وعملت سميتها اد كاستمر، ويبعت لي بس الاي دي، والاي دي ده انا اقصد بيه الاي دي بتاع الايه بتاع الكانتري اللي انا عايز اد فيها الكاستمر. خلاص، اللي فوق انا عملت كومنت بس ان دي الكانتري راوتس، اما دي الكاستمرز ايه اللي هعملها دلوقتي، دي الكاستمرز راوتس. خلاص حلو جدا، لان هما بالنسبه لي كانوا في كوليكشن واحد وموديل واحد. تمام، عملت ادي سلاش اد كاستمر، وبعت لي الاي دي. والفانكشن اللي هتتكريت ان شاء الله اسمها كاستمر كريت، اللي هتحط جوه الايه جوه الكنترولر بتاعي. خدت منها كوبي وعملت بيست. هعمل بعد عمليه اضافه الكاستمر، عايز ابديت الكاستمر، بره هيبقى اسمها ابديت كاستمر، وهبعت الاي دي، بس كده الاي دي بتاع الكانتري، انا عايز الاي دي بتاع الكاستمر.
فهضطر ابعت الاي دي بتاعت الكانتري عشان اشوفه في انهي كانتري، وتبعت لي كمان الكاست ان او اللي هو بالنسبه لي رقم العميل اللي انت عايز تعدله، والفانكشن هتبقى اسمها كاستمر اندرسكور ابديت. تمام كده، يبقى عملنا الاد، عملنا الابديت، نعمل بقى اللي هي الديليت. فاعملها سميها برضو ديليت كاستمر على غرار اد كاستمر وابديت كاستمر، وبرضو لازم يبعت لي الاي دي بتاع الكانتري، ويبعت لي برضو الكاست ان هو رقم العميل اللي هو عاوز يحذفه. تمام، ويكتب لي في الاخر كلمه ديليت عشان اميزها، وبيكتب لي في الاخر كلمه ايه ديليت. ماشي، وسميت الايه الفانكشن دي كاستمر اندرسكور ديليت. طيب كده عملنا الاد والابديت والديليت. تعالى الايه لل بعد كده ممكن نشتغل على مثلا البيانات بتاعت الجيت كاستمر مثلا، او نعمل الاد كاستمر ايمج. خلينا في الاد كاستمر ايمج الاول. انا عايز اضيف للعميل ده صوره، هعملها فانكشن منفصله. طبعا انت ممكن تدمجهم، بس انا هعمل فانكشن منفصله عشان نشوف الكود بتاعها بشكل منفصل وهو بيضيف جوه الايه جوه الداتابيز، واعملها بشكل اسمه باينري او بافر ان شاء الله. اد كاستمر ايمج، تبعت لي الاي دي بتاع الكانتري، وتبعت لي الكاستمر رقم اسم الكاستمر، وطبعا تبعت لي الداتا بتاعت الصوره، وانا هضيف للعميل دوت الصوره ديت. طيب ونشوف كده، نعمل بقى خلاص تقريبا دول تقريبا كل شيء. لو قلناش ناسين شيء، لو احتاجنا وافتكرنا شيء نضيفه عادي، مفيش مشكله خالص. لكن ما تنساش بقى، انا عملت اكسبورت للموديول ده، ان احنا لازم ننادي في الاب على الراوتنج دوت. فلازم قمت رايح قمت معرف كانتري كاستمرز، ولازم انادي على الراوت بتاعنا، هقول له كانتري كاستمرز دوت راوت، عشان يقدر يبقى قاري كل مساراته، وتبقى مساراته متحمله اول لما الابلكيشن بتاعه بيفاير خلاص، ويبقى اوتوماتيك مربط مع الكنترولر ومع الموديل. وما تنساش انك تعمل له ابيوز زي ما عملنا قبل كده في الكاستمر اللي كنا بدانا بيه الشرح بتاعنا. فابيوز بس على سلاش ايه كانتري كاستمرز، يبقى كانتري كاستمرز سلاش الايه الحاجات اللي احنا مظبطينها بقى جوه الايه جوه الراوتس بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. تمام، بس برضو ابعت الاوبجكت اللي هو الكانتري كاستمرز اللي احنا عملناه فوق، عشان يبقى كده ايه مسمع معاه في كل الراوتس. خلاص شاف الفايل بتاع الراوتس، وفايل الراوتس شايف بقيه الملفات، وبكده نكون خلصنا تقريبا الراوتس فايل بتاعنا اللي هنشتغل عليه ان شاء الله.